انضم إلينا من موسكو دكتور سمير أيوب الباحث في العلاقات الدولية. دكتور سمير، يعني العملية العسكرية في باخمت، أهمية هذه المعركة ولماذا هي صعبة إلى هذا الحد على الجانبين؟ أهلا وسهلا، صباح الخير لكم صباح الخير. ولمشاهديكم الكرام. يعني يبدو أن المدينة أصبحت الآن بالنسبة للقوات الأوكرانية رمزا معنويا أكثر مما هي رمزا عسكريا استراتيجيا، بينما بالنسبة للقوات الروسية تحاول التقدم والاستيلاء عليها لإكمال السيطرة على معظم مدن منطقة الدونباس، يعني بما فيها جمهورية لوغانسك وجمهورية دانيسك. يبدو أن المعارك الآن، نعم، بالنسبة للطرفين صعبة، وخاصة أن القوات الروسية الآن أصبح موقعها وموقفها أفضل بكثير منذ البداية، إذ أن السيطرة على المنطقة الشرقية للمدينة، أي المنطقة الصناعية، تخولها أن تكون أكثر أمنا ودفاعا عن نفسها، وفي نفس الوقت محاولة استهداف كافة القوات الأوكرانية، وخاصة أن هذه المدينة أصبحت مدينة استنزاف بشكل كبير لقدرات وأعداد الجيش الأوكراني، إذ أن هذا الجيش حتى الآن لا يستطيع إقدام استجلاب يعني جماعات أو قوات كبيرة من الجيش الأوكراني يمكن أن تغير مسار العمليات الميدانية على جبهة المدينة، وأن الإمدادات التي تصل الآن والتي يحصل عليها غير قادرة على تعديل العمليات، وتبقى هدفا سهلا للقوات الروسية، ومما انعكس صراعا بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في أوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا نلاحظ هناك يعني انعكاسات سلبية على العلاقات بين الغرب، أي بين العقل الغربي للعمليات العسكرية وبين ما يقوم به نظام كييف في منطقة باخموت. لذلك يبدو أنه حتى الآن يعني لاحظنا أن الرئيس زيلينسكي ظهر شخصيا وبدأ يشرح ويقول ويعدد الخسائر الروسية، هذه فقط من أجل أن يبرر أمام حلفائه والدول التي تساعده عن صوابية موقفه فيما يخص هذه المدينة. لكن حقيقة في النهاية المدينة عسكريا أصبحت ساقطة، ومن الصعوبة للجيش الأوكراني تغيير يعني المعادلات الميدانية بها. لذلك نرى أنه يعني في الفترة القليلة القادمة المقبلة يمكن أن تتقدم الروسية باتجاه مدن أخرى، لأن الهدف ليس فقط مدينة باخموت. بالتأكيد. كما قلت عسكريا، نعم بالتأكيد، هي ليست فقط باخموت، ولكن تكمن الأهمية الاستراتيجية لباخموت أنها بما ستؤدي إليه. لكن الحديث هنا عن صعوبة هذه المعركة من وجهة النظر الروسية، حتى رئيس مجموعة فاغنر أشار إلى أن الوضع بالفعل صعب وأنه ليس من السهل بمكان الاستيلاء عليها خلال فترة وجيزة. صحيح، يعني هناك قوات أوكرانية تدافع عن المدينة، وهناك مرتزقة داخل المدينة، أيضا هناك نخبة كبيرة من الجيش الأوكراني التي تم تدريبها في الدول الغربية أيضا موجودة داخل المدينة وتحاول فك الحصار عنها. لا ننسى أحدث الأسلحة الغربية التي وصلت إلى أوكرانيا، يعني في الفترة الأخيرة الجيش الأوكراني لم يعد يحارب بالأسلحة السوفيتية القديمة، وإنما أصبح لديه أسلحة غربية جديدة وكلها جاهزة في أرض المعركة. لذلك نحن نلاحظ الآن ونشاهد مبارزة بين السلاح الروسي والسلاح الغربي، هذا ما يعكس الخسائر الكبيرة لدى الطرفين التي تقع في الأعداد وفي العتاد. لذلك يعني هي المعركة كما دائما نقول هي معركة روسية غربية وليست معركة روسية أوكرانية. لذلك روسيا من المفترض عليها أن تواصل العملية لتحقيق أهدافها. في الاستراتيجية الروسية أي تراجع أو أي ضعف على جبهات القتال يمكن أن يعتبر هزيمة أمام الطرف الآخر، لذلك مستمرة روسيا في هذه العملية مهما كلفت، ولكن الهدف الأساسي هو كما قلت السيطرة على الدونباس، لأن الخسائر التي يمكن أن تلحق بروسيا الآن تكون أقل بكثير من الخسائر التي يمكن أن تلحق بها لو يعني ضعفت في هذه المعركة أو لو تخلت عن أهدافها في منطقة الدونباس. لهذا السبب أعتقد الآن المعارك، وخاصة دائما أنا أقول أن هذا العام سوف يشهد معارك أكثر دموية وأكثر تدميرا وخرابا من العام القادم، لأن مجرد تعنت الطرف الأوكراني بالاستمرار في هذا الموقف وهذا القرار وعدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات يجعل الأمور صعبة، ويجعل يعني الأحداث والتطورات العسكرية يمكن أن تلحق ضررا ودمارا أكبر بكثير بأوكرانيا من العام الماضي. محددات الجلوس على طاولة المفاوضات دكتور سمير، يعني من وجهة النظر الروسية ما الذي تطلبه من أوكرانيا حتى يمكن بالفعل الجلوس إلى مائدة المفاوضات؟
يعني اولا روسيا لا تريد من اوكرانيا او من النظام الاوكراني ان يكون طرفا في حلف الناتو، اي انه في الحلف العدو لروسيا والذي يتخذ روسيا عدوا استراتيجيا. ثاني يعني هذا يخالف بنود التي وقعت عليها اوكرانيا عندما نالت استقلالها. ثانيا ان لا تكون اوكرانيا مركزا للفاشيه وللنازيه ولا وان تحترم كل من يتعاطف مع روسيا ويريد يعني ابقاء العلاقات جيده مع الطرف الروسي. يعني ثالثا مساله تجريد اوكرانيا من الاسلحه، لان الاسلحه الفتاكه، لان ذلك اثبت ان كلما زادت قوه الجيش الاوكراني كلما اراد السيطره على المناطق الشرقيه واعاده اخضاعها لهيمنته ولنظامه، لانه تعرض لهذه المناطق على مدى 8 سنوات وهناك العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ولم يكترث أبدا للنداءات التي كانت حتى ليس فقط من روسيا وإنما من بعض الدول الأوروبية. وهناك يعني نذكر دائما باتفاقية مينسك التي لو تم تنفيذها لما وقعت الأمور وتطورت الأحداث إلى ما وصلت إليه. أي أن أوكرانيا يمكن أن تكون صديقة لروسيا وصديقة للغرب وأن تكون دولة محايدة، أما أن تكون أوكرانيا قاعدة عسكرية لحلف الناتو لتكون منطلقا لضرب روسيا، هذا ما لم تقبل به روسيا لا الآن ولا في المستقبل. لذلك الأهداف الروسية يعني الهواجس الروسية التي قدمت إلى أوكرانيا ليست تعجيزية، وعلى العكس هي لمصلحة الدولتين. لكن يبدو أن انغماس نظام أوكرانيا بوقوفه إلى جانب الغرب وخضوعه للتحريض من أجل أن يكون أداة لضرب روسيا عوضا عن حلف الناتو، أدى إلى أوكرانيا إلى هذا الدمار والخراب وإلى الوقوع ضحية يعني سياسة حلف الناتو الذي يتوسع باتجاه روسيا ويريد إضعافها ويريد ضربها. والآن يعني هي عن طريق أوكرانيا، سابقا كان عن طريق بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة منها جورجيا، الآن يبدو أوكرانيا أنها وقعت في الفخ وأصبحت هي الضحية، نظرا أولا لتعداد سكانها يعني الغير قليل ولمساحاتها الواسعة ولوجودها على حدود الدول الغربية. إذن دكتور سمير أيوب الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.